أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك أناس يتناقلون هذه الأيام أن طفلا حديث الولادة قال ويلكم من شهر أربعة، وكرر هذا الكلام أربع مرات، فما رأيكم في هذا وتوجيه من يقول إن من يحصل ما يحصل من العواصف والغبار هو من هذا التحذير؟ أنتم تعلمون أن الخرافيين الآن كثروا واستغلوا الوسائل الخفية مثل الجوالات ومثل الإنترنت لترويج هذه الشرور وهذا الوعيد، وهذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.